مزفام صباحنا خير مع ريم المتينة اللي تفيقك وترجع بيك للي فاتك الكل، التصريحات لي سكوب وبرشة أخبار ما تلقاوها كان معنا. أبدا نهارك بالتبسيمة والموجات الإيجابية. صباحنا خير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة على مزفام إذاعة الموجات الإيجابية. إن شاء الله نهاركم مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو اليوم حصة جديدة من صباحنا خير على موجات كنوز افام. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بالناس اللي تبعنا والناس اللي تعادل الموجة باش تسمعنا. إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم كيما تحبوه انتوما وكله طاقة وموجات إيجابية. من توا حتى العشرة ما تبدلوش الموجة. ريم تريكي شبيل من قدام الميكرو، ضيوفي في الاستوديو مدام بسمة الميلي والمشاغب مكرم اللقام اللي مازال ما جاش وأكيد قاعد يسمع فيا. يا فيسع فيسع يا مكرم، سينون اليوم عندك خطيه اذا كان ما دخلتش علينا في الوقت. دونك نهاركم زين الناس الكل ومرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلوكم لي فريكونس نتاع كنوز افام. تحيه للمستمعين الاوفياء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، شكرا جزيلا للناس اللي تكلم فينا على 98 613 300 كل يوم، يعطيونا اقتراحاتهم الموسيقيه ويتبعونا وينقدونا ويعطيونا ملاحظاتهم ويسلموا علينا. احنا نفرحوا برشا بتليفوناتكم مهما كانت. مرحبا اهلا وسهلا، صباح النور على بكري باش ناخذك. ودجا قلت انا وانت ديما تعلق على الناس اللي تجي مخر، انا افتتحت الميكرو بانك انت ماكش موجود. بونجور صباح خير. ما تعرفش علاش؟ علاش؟ نحمل المسؤوليه مدام بسمه الميلي. تتعارك وباقي على البلاصه نتاع الكهرباء. واخده زوز بلايص في البلاصه. انا لقيتها. بلاصتي خو هي بلاصه برك، حتى كرهبتها في الوسط. انا اسمع ديما يطلع غيره غلط. فهمت؟ عاد شملت لوش لوش لوش. شو نعمل؟ شو فرحة ما لقاش بلاصة، اليوم لقيت بلاصة هي بلاصة تخصص بلايصة. قول هذا وبعد نقولوا شبينا نقولوا نسيت تاع السوق. بلاصة سهيل لذيك سهيل ونجي عرفتي بلاصتي ولذا انا الروتار تاعي مدام بسمة. انت ديما تحمل مسؤولية لغيرك كما قالت مدام بسمة، عمرك ما تعترف في اللي انت. لا لا اعترف، كنا قلت نقولوا غلطي. باهي يا مكرم شنو احوالك؟ والله الحمد لله لاباس. مرحبا سي الباجي. مرحبا بسمة. مرحبا سيدي. لعلي ثم حالة شغور اليوم الثاني على التوالي الأستاذ سويل نديم. أيه التزامات مهنية، فما برشا قضايا ظهر لي يا مكرم. ماشي جاي لتونس. الناس نسوا الأستاذ شنو هما القضايا اللي قاعد يرفع فيهم، بالك شي فيهم سكوبات، وين نعرف؟ يمكن خاطر الأستاذ تعرف القضايا تاعو شنو. مدام بسمة صباح النور، أهلا وسهلا. يعيشك صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، لكم أنتم في الاستوديو وللمستمعين الأوفياء لينا والكل من معدل الموجة على كنوز افام. صباح الورد والياسمين، نهارك زين. انا اليوم عندي دخله معاكم من قبل هذايا باش نعطيكم لمحه على حاله الطقس وباش نعطيكم زاده لمحه على الفقرات اللي سنا فيكم اليوم في صباحنا خير. تحب نبداو بالميتيو؟ بيجي نبداو بحاله الطقس. ميتيو. طقس مغيم جزئيا بالمناطق الغربيه بالجنوب، سحب عابره ببقيه الجهات، ريح تهب من القطاع الشمالي قويه من 20 ل 40 كيلومتر في الساعه قرب السواحل الشرقيه، وضعيفه فمعتدله من 15 ل 30 كيلومتر في الساعه ببقيه المناطق. تتقوى نسبيا اخر النهار بمناطق الجنوب مع امكانيه ظهور دواوير رمليه محليه ليلا. البحر متموج بالشمال مضطرب فمتموج ببقيه السواحل، والحراره في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات. هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا مصطلح جديد اللي هو دواوير رملية صحيح في الجنوب. معناها حوضة أمطار متفرقة. إن شاء الله ربي يرحمنا مكرم، إن شاء الله ربي يرحمنا. هذا اللي ما فماش وقت سنة الأمطار متفرقة ما جاتش. فما في الجنوب بعض بقايا الأمطار في الجنوب، أما الطقس هو متبدل شوية في الساحل الليلي. سنة في سوسة في الأمطار متفرقة، قلت ريم قالت ريم قالت. أنا ماذا بيا أنت ما عادش تحكي على الأمطار، خلي ربي يرحمنا. ربي يرحمنا بالمطر. شنو عندنا اليوم في صباحنا خير؟ عندنا الخير والبركه باش نحكيو على الاكتواليتي نتاع 24 ساعه، ونحكيو شان عام باش نقول لكم. ومن فتره صار القرار بمنع استعمال الاكياس البلاستيكيه في المخابز. اليوم فما عقوبات ماليه تتسلط على الخبازه ما بين ال 50 وال 100 مليون، ونوصلوا حتى للعقوبات السلبه للحريه. تفاصيل الرقم هذايا في شد الحساب بعد شويه. سينو باش نرجعوا على الحادثه اللي صارت في اريانا وقت اللي
تاكسي جماعي يدهس امرأة ويقتلها بعد مشادة كلامية بيناتهم بسبب خلاف مروري يدهسها مرتين ورا بعضهم. هذا حسب اعترافاته. تفاصيل اللي صار بعد شوية في البوز، والبوز زاد اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الحريقة اللي صارت في المركز الرئيسي لبنك في العاصمة، أسباب الحريق وناس اللي خايفة على معطياتها الشخصية فلوسها، كل شيء باش تعرفوا تفاصيله بعد شوية في البوز. نحكيه في عناوين الجرائد باش نرجعوا على ملاحقة الصحفيين. اليوم فما 17 صحفي في حقهم قضايا، وباش نرجعوا زادة على تأخر تونس في مؤشر حرية الصحافة. في التصريحات بشرة وخبر إيجابي الحقيقة يجينا من مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا وسط آسيا في صندوق النقد الدولي، اللي يقول أن الصندوق على وشك الانتهاء من ترتيب مالي يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار. هذا خبر إيجابي في إطار مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وباش نرجعوا زادة على فتح بحث تحقيقي ضد 4 محامين، هما بشرة بالحاجة حميدة، أحمد نجيب الشابي، نوردين البحيري، والعياشي الهمامي. شنية هي التنمية المستدامة؟ هكا نسموه التعبير هكية بالضبط، ومفهوم مغامض بالنسبة لنا وبالنسبة للناس اللي تمشي تعدي، خاصة لكونكور ديما يجيهم السؤال هذية. بعد باش نعرفوا توين سيعرفوا هالتنمية المستدامة ولا لا، وباش نعطيكم فكرة على الكلمة هذية باش كان صادفتكم نهار من نهارات في أي كونكور تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليها. باش نهزكم البنان، حوادث قاتلة بركاجات في الطريقة الحزامية بنان والمكنين، 15 سنة الناس تعادة من غادي دون تنوير عمومي. التفاصيل في الكلمة بالكلمة. وفي ضيفنا اليوم يكون معنا ممثل عن نقابة القصابين في سوسة، نحكي على إمكانية الزيادة في سعر اللحوم الحمراء، وهل بشكون فما صعوبات في التزود بالمادة هذية خاصة بعد التفريط في قطعان الماشية. هذية أخبارنا اليوم في صباحنا خير. كانت حابوا تفعلوا معنا 98 613 300. أغنية فيروز اللي اخترناها لليوم يا أنا تسموها بعد شوية، معنا أغنية يحب يهديها محمد البيجي المكرم. اسمع معايا مكرم وبيجي، خلي لي الكاميرا على وجه مكرم. كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين عرفتها ولا ما هو الجمهور متاعك؟ لا 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 نادال صندوق على مباشر نادال صندوق. هذه الأغنية مش هديها البنت ومكرمة من المعجبين متاعك هدي، وهي القديمة الأغنية هذه يا مكرم اللي اسمع حشي مكرم فوق كل الشبوب المعجبين متاعه والحزام متاعه. الحزام اي عنده حزام ما ثم حزام لا لا ثم حتى حزام يمشي ثم حزام تو ثم حزام ما سمعتش حتى نشوف. أما هو بيجي راهو مكرم فوق كل الشبهات، هو تليفون راهو عند البيجي دونك كان فما حزام راهو بيجي يعرف لازم. انا نقول لك حاجه، ما انا البيجي خدم في مخه يكلموه وما يقوليش باش نبدا واضحي. انا ضغط قلب باش قلت لكم راكم ديو هي الصباح به خمسة صباح عليكم مره اخرى مكرم ومدام بسمه، ونسمع من عندكم الدخله اليوم اخترتوا باش تحكيوا فيه شنو بالضبط. مدام بسمه انا قلت عندي دخله اما بعد ما تكملوا انتم. انا تعرف ديما ما نحضرهاش الدخله، نقول من وحي اللحظه وشنو هو، خاطر ديما تصير لي احداث معناها وفيغ يا ميزور في الـ في الـ في النهار. ريت البارح معناها حادثه صارت، هو بالنسبه للسائحه متمكنين بها متسولين، كنت راو حاله الفزع اللي على وجه السائحه والمتسولين. هما ولاد صغار راهو، هي معناها مراه كبيره وهما ولاد صغار. تقول لي يا اخي ولاد صغار شنو باش يعملوا لها؟ سبحان الله هي اترونجير معناها ما تعرفش لا طبع العباد اللي يعيشوا في المنطقه هذيك لا حتى شيء. صرنا نحن مستفتحين موسم سياحي معناها، ونحضروا في رواحنا وناس تدهن وتشري في اللوائح، تشري في البرودوي معناها نتاع الصناعات التقليديه وكل، وتستنى في الموسم هذا باش تسترزق منه عائلات، وتجي انت صغير تفسد لي كل شيء. راهو مش معقول هذايا. وهذا يحيلنا على ظاهره التسول اللي ولات ظاهره متفاقمه للغايه وملفته للانتباه. كان نحن توانسه تقلقنا وتفددنا، فما بالك معناها السياح اللي جايين توا صار منا نشكيه ونقولوا السايح شبيه ما غادرش بيت لوتيل ياكل ويشرب، ومات ساقي قاعد في لوتيل وما ينفعش معناها التجار وغيره.
ومنه وقت اللي يجي يخرج كيفاش يلقى يصير له الحادثه هذيا ما يزيدش يخرج راه وما يزيدش يرجع جمله واحده المره الجايه يزينا ملي توا معناها نخدموا على تيني توا وقتلني غدوه توا نحن نخدموا على الكاليتي معناها غزل المغرب كيفاش فاتتنا باشواط وزيد بربي التسول هذايا اللي هو ظاهره يهم الفئات الكل تلقى الولد الصغير وتلقى للمراه اللي لبس عليها بصحتها وتلقى الراجل اللي طول وخشن شنو هذا برمش يخدم على رواحكم فما الحاح زاد ما دام الحاح ما كانش اصرار اصرار كبير ياسر اخي تو كي تجي تخدم الجرده ما تلقاش جارديني ولا يجيني زوج شجر قدام البيت باش ننظفهم يقول لي 30 دينار يا بابا نقول له 30 دينار كيفاش في اربع دراج وفي نص ساعه يقول لي هذاك اللي فما ويهز روحه ويخليني واقفه انت كي زادك تحب تسترزق وتحب على معناها لقمه العيش انت ما انا نتفاهموا وجبده ليا وجبده ليك وتعرف الدنيا كيفاش معناها صعيبه وكل ليا وليك راه كان انا عندي دار ملك مش معناها راني ندس فيه بالركبه وانت زادك تحب تخدم اربع دراج راه 30 دينار راهو ما قالش بها الاقل نسيت وقت توا هذي ويعرفوا نسيت وين سالكم وربي ان شاء الله يعيشهم ويفضلهم ونسيت القاعدين في الدار ولا اللي يتخادموا توا الموسم تاعي باش نغسلوا حوايجنا نتاع الشتاء ونخبيه وهو كل راهي نسيت ليش تلوج على مراه تعاونها باش تنظف معناها كل الخطا والكل ما تلقاش شكون اللي هاكا تشدها من يده وتقول لها تقول لك ليه عندي ولد صغير ولد صغير اللي تبقى قاعده بيه في الرومبوان راهو حرام وممنوع وغير اخلاقي والبوليسية من هنا هما قدش منهم البوليسية أما يعيشكم ويبارك فيكم هذه الظوار يزمها تتنحى شنو تبدأ كابية في رومبوا زوز وثلاثة نساء يتعاركوا ساعة هذاك ليا وذاك ليك وذاك يحب يعطيني وذاك يحب يعطيك ليك أنت والصغير في حجرها مش معقول هذه مشكلة في رومبوانيت مدام بسمة حتى في قدام مثلا البنكة قدام قدام البلايس اللي وهم ما يعرفوش اللي كلمشي للبنكة باش يجبد الفلوس راه ربي يعلم بحال وراه في الروج هذاك مش معقول صحيح هي تصور أكثر منه ولا هو يصور أكثر منه كلي خرج في البنكة مش أوراق مش يخزيهم سي حمادي تفاعل معاك مدام بسمة يقول لك تساول كارثة في سوسة ولو شركات تخدم صغير فما شركات ونعرفوا توزيع نتاعهم كيفاش يصير وفين فما مناطق وفما حتى نقاط سوداء ولات في سوسة نتاع المتسولين يعني عندي مكانسيان صاحبي عنده صنعة نتاعو نهار جمعة قال له ما نخدمش شوف فيه فد قاعد يتبع فيه مشى لقدام الدار يلقى نهار جمعة يطلع في الكاميون يهزوا بعضهم قفله تصير ومشي يفرق فيه في ربوان يعني ما كان سيام يخدمش اما كي يعمل غريبه طلبه يصور خدمه من كان سيام للاسف به سي حمادي نهارك زين ومرحبا بيك يقولنا نحكيوا على البركاجات احنا بعد شويه باش نحكيوا على البركاجات دونك خليك في الاستماع مكرم دخل اليوم على شنو دخل اليوم مش باختصار لو تسمع على طول انا مدام بس زيد هيجه عليا مدام بيا مره عندك ومره عنا شوف انا حكيت قبل على الأولياء اللي قاعدين يتعذبوا مش ياخذوا أوراق أولادهم رغم أن الغلطة غلطة ليسي اليوم مش نسمي المعهد لا ما نسميوش خاطر داخل المندوب المدير المندوب بتاع التربية يزبوا يدخل تلامذة مش يعديوا الباك أربعة ولا خمسة تلامذة ماشيين جايين عندهم 15 يوم يزبوا يعرف المؤسسة بتاعه مش يعرف مش يقعد له جوه والمواطن شو ذنبه اليوم المدرسة الإعدادية الزهرة سيد المندوب سيد المندوبة سيد المندوبة راهو عيب أربعة ولا خمسة مواطنين ماشيين جايين 15 يوم الإعدادية حي الزهرة مش ياخذوا الدوسي ميديكال بتاع أولادهم رغم الغلطة مش غلطتهم غلطة ليسي ما بعضهش اليوم ماشيين جايين ويمشي من الصباح للتياح في الاخر قلوها ما جاتش ها الفرنية ما جاتش ها السيد ما جاش راهو ما نجموش نحملوا المواطن غلطة أكثر من المسؤول أكثر زادة مدام بسمة اليوم الدخلة متاعك عاملة بوسي فيصل زادة يقول لك تسول ظاهرة كبيرة ومنتشرة ومدام رجاء كل تعاني منها صحيح أنا ساعات كيف يبدأوا هكا يحبوا ياخذوا من عندي فلوس حتى يخوفوني ونحس روحي مانيش مطمئنة في الشارع هذه تعليقاتكم على صفحة رسمية لكنوزة فهم تفعلوا معنا في المواضيع اللي نطرحوها ومرحبا ديما بملاحظاتكم وبنقدكم أنا عندي دخلة اليوم وأنا جاية في ثنية ثلاثة عركات قدامي يسيروا معناتها تباعا دونك بربي على الصباح دونك بربي وسعوا بالكم شوية نعرف اللي ضغوطات الحياة تخلي الإنسان على أعصابه أما ساعات راه من لا شيء تنشب عركة كبيرة وخاصة بربي نحترموا كبار السن شوية
حتى لو كان هو غلط نحطوا رواحنا بونا ولا امنا في بلاصتو. دونك حتى حد لا يرضى الام ولا ابوه باش وليد قد حفيد ويتهدد عليه بالضرب. هذاك علاش نقول لكم وسعوا بالكم شويه مع بعضكم وبقدره ربي نهار يتعدى خير وبشر. اما بوسع البال كل شيء يتعدى ويفوت. نهاركم مزيان برشا. ناس اللي تتفاعل معنا مدام سميره صباح الورد، سي فيصل اهلا وسهلا، سي فريد مرحبا، ومدام كاميليا، سي علاله، وسي حمادي. نهاركم اسعد ليام. انتم زادت نجموا نقراو لي كومونتير نتاعكم وقت اللي تحطوهم على صفحه رسميه لكنوز اف ام، وتنجموا زادت كلمونا 98 613 300. Thank you.